موجود معنا رفقة الزملاء للجيش هنا مستوى تحت الجمهورية. هذا موضوع نتاع الطرف الاول كما الطرف الاول يبدو في البلد مستوانا الجنب كم القاب قبض عليهم الزوز واضحة بيتر وسليمون قيدني قيدني يا هاي نعم هاي نعم اول مره نراو فريسه كي نحسوا بالحريه ونحسوا بالديمقراطيه في تونس يعطيكم الصحه بالله ما عادش تقولوا الجيش الاسود لا لا عمرنا ما قلنا هيك بالله ما عادش تقولوا مره اخرى في اكسبريس افام برحمه والديك الجيش الاسود والجيش الاسود وبيه وعليه وقت في العباد ها الجيش الاسود وقال نستحب احنا البارح سيف اموتها من ناحيه احنا شو دينا في الواحد انا بالعصي وطننا على الواحد ما تصورناش لا عاد لا لا ديك ديك بركه ديك ما يسالش ما يسالش ما يسالش ما يسالش صورنا وعارفين ديك بركه احنا تو في دولة الديمقراطية والحرية ما عادش دولة الامبريالية يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة شايفه